زائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول المولى تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة القرآنية من ليالي التكريم في شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم للأم الراحلة الكريمة التي امتثلت إلى الرفيق الأعلى في شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي كرمها المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز والمصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف حينما ذكرها ثلاث مرات: أمك ثم أمك ثم أمك، لأنها عانت من ثلاث شدائد: شدة في الحمل، وشدة في الوضع، وشدة في الرضاعة. وإذا ماتت الأم نادى منادى من السماء وقال: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. دعينا المولى تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وخالص العزاء إلى أهل هذا البلد الطيب أهله، ولا أسرة الراحلة الكريمة معالي المستشار مدرسة الأدب المستشار محمد عبد الكريم، والأستاذ حسن عبد الكريم، والأستاذ حسين عبد الكريم، وعم الحج السيد الشقيق، وكل أفراد العائلة في وفاة الراحلة الكريمة. إخوة الإيمان والإسلام، معنا الليلة بإذن الله تعالى اثنين من كبار قراء الإذاعة والتلفزيون، نشرف بهم أنهم من أبناء محافظة الشرقية، ويزيد القراء في الشرقية وفي مصر أدبا وعلما وقرآنا: فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، القارئ الإذاعي الكبير، رئيس الهيئة العليا لتحفيظ القرآن الكريم على مستوى العالم، والمحكم الدولي، ومؤسس معهد الطاروطي لإعداد القراء والمبتهلين. ومعنا أيضا مدرسة النغم والمقامات، صاحب الأداء المتميز الإذاعي الكبير، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. أيها الإخوة المؤمنون، والآن نذهب إلى مائدة القرآن الكريم، إلى مائدة الدستور العظيم، دستور البشرية كلها، فهو نورها الهادي وروحها الساري وميزانها القسط. نعيش مع نفحات الحق، نعيش مع نفحات الحق، مع معجزة نزلت على نبي لم يتعلم في جامعة ولم يجلس أمام معلم، إنما علمه واحد لا شريك له هو الله. اللقاء الآن مع القارئ الإذاعي الكبير، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، يتفضل مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. وَلَقَدْ آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا
وإن الساعة لآتية فاصفح الصف الجميل إن ربك هو الخلاق العليم الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق
وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسأل
ألن أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين فورب ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إِنَّا كَفَيْنَاكَ المستهزئين الذين
فسوف يعلمون فسوف يعلمون الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوا.
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه. سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. ولنعم خلقها لكم فيها دفء ولكم فيها جبال. ولنعام خلقها ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولنعام خلقها ولنعام خلقها لكم فيها دفء ولكم فيها جبال ولكم فيها جبال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد
ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والخمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها ولو شاء هداكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل ومنها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا اللهم ارحم به أمواتنا واستر به عوراتنا وانجح به أبناءنا إنك يا ربنا على ما تشاء قدير هكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد عشنا واستمعنا واستمتعنا آيات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي رئيس الهيئة العليا لتحفيظ القرآن على مستوى العالم والمحكم الدولي القارئ الإذاعي الكبير الدكتور عبد الفتاح الطاروطي شاكرا كل السادة الحضور الذين حضروا إلى هنا مشاركة منهم في تقديم خالص واجب العزاء
الى معالي المستشار محمد عبد الكريم والاشقاء الاستاذ حسن عبد الكريم والاستاذ حسين عبد الكريم وعم الحاج السيد واهل هذا البلد الطيب اهله، داعينا المولى تبارك وتعالى ان يتغمد الراحلة بواسع رحمته. ايها الاخوة الاحباب، اشكر قصر الفراشة وهندسة الإنارة والهندسة الصوتية المميزة الحج حلمي عبد الدايم تحت إدارة محمد أبو حلمي من زافر الزقازيق. أما واجب الضيافة في هذه الليلة بوفيه المتر السيد سعيد كفر الحمام، التصوير والإخراج عميد المصورين على مستوى محافظة الشرقية المهندس ناصر صلاح شارع وادي النيل بالزقازيق. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.